بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقط هيك تنويه إن شاء الله. من كان يظن أنه تحت البلاء فله ذلك. طبعا هذه الفئة لا تريد أن تعمل، تريد أن تبقى بما فيها بما هي عليه. على كل حال هذا شأنهم. ومن كان يعني يستسلم إن الأمر فيه عقاب رباني لما يحصل معنا، فعلينا أن نتوب من الذنوب ونلزم الاستغفار توبة إلى الله. وكلام آخر، يعني أنا اليوم هذا الدرس كله فقط قصص، سأختصر إن شاء الله الكلام ونسجل القصص المستغفرين إن شاء الله وننهي الدرس بهذا الأمر. لكن من يعني يروقه ما هو فيه ويظن إنه ولي من أولياء الله تحت البلاء فله ذلك، فليبقى على ما هو عليه حتى يأتي وعد الله. ومن يريد أن يغير واقعه وهو متأكد أنه تحت العقاب فليبدأ يغير. نعم، لا تمسك مسبحة فقط وتستغفر وأنت لا تغير، ما بنفعك، لأنه في قلة أدب مع الله. هذا بيكون الأمر، لأنه الله ما منعنا إلا عشان يعني ينبهنا إننا يعني نفعل ما نشاء وهذا لا يليق. فعلينا أن نتوب إلى الله ونلزم الاستغفار، والاستغفار فيه رحمات من عند الله. اليوم بدي أختصر صراحة، اليوم بدي أختصر لنسمع قصص ويكفي اليوم. هل تفيدكم هذه القصص؟ دونوا، اكتبوا إذا بتنفعكم هذه القصص نستمر فيها، لأنه الحقيقة يعني كل هذا يعني بأخذ مني جهد كبير، يعني أنا بدي أسمع القصة وعاد أنزلها. وما شاء الله تبارك الله، جزاهم الله خير الأخوات والإخوة الذين يرسلوا قصصهم من باب بلغوا عني ولو آية، فجزاهم الله خير. لكن هل هاي الأمور تحفزكم؟ هل تعطيكم دافع الاستمرار؟ كل واحد عنده تعطيل، علي أن يسير. ابدأ، قلت لكم ابدأ المسير، ابدأ أول يعني رحلة الألف ميل بدايتها خطوة واحدة، بدايتها خطوة واحدة، ابدأ بالاستغفار، ابدأ انظر ماذا بأي ذنوب أنت تقترف، إن كانت غيبة، إن كانت نميمة، قطيعة أرحام، مسلسلات، ذنوب خلوات، رياء، كبر، غش، كذب، هكذا، تأخير صلاة، انتبه، ابدأ صلح، لبس، نعم، طلاء، تكشف، تعري، هكذا، أفراح وأعراس ورقص وغناء وكلها، ابدأ، انت امسك المسبحة وابدأ استغفر، ابدأ راقب الله، بدك نتيجة أكثر، أكثر، وتب من الذنوب، لأنه الهدف هو كان الله جل في علاه، أنك انت مش عارف الله، فأراد الله أن يبين لك من هو الله جل في علاه، وأن تتعامل معه مباشرة، تتعامل معهم مباشرة. وأول آية عليك فيها هي الاستغفار. هذا زمان نطلب المغفرة من الله ونطلب أن يرحمنا جل في علاه بعد أن تهنا وضعنا وظننا أننا على خير. إطلاق نار، كل يوم عندنا إطلاق نار، الحمد لله. نعم، تعرف ليه؟ السوق السوداء، الربا، فأذنوا بحرب من الله. أقسم بالله العلي العظيم، إن الذي يحارب أمة الإسلام هو الله جل في علاه، والله أن الله يحاربنا بأيديهم، نحن من أكلة الربا ومن قطاعي الأرحم، ونحن الذين نشرك بالليل والنهار بالله جل في علاه، ننسب فضل الله علينا لغير الله، إن كان للطبيب أو كان للرئيس وإن كان للوزير، وإن نظن إذا منعنا أحد فهو المانع وليس الله، وهكذا. وإذا سألنا فنسأل كل الناس إلا الله، وإذا استعنا نستعن بكل الدنيا إلا الله، وهذا هو هذه هي الطامة الكبرى، لا نعرف ربنا، عرفنا أوامره، فنحن نتفنن في قراءة القرآن والصلاة وهكذا يعني، لكننا لا ننتهي عن أواهن الله، لا ننتهي. تسبش؟ لا بدي أسب. طيب تغتبش؟ لا بدي أغتاب، هو بيحكي علي كمان. طيب تاخذش قرض ربوي؟ انا لا استطيع، انا مجبور امشي حالي. طيب لا تقطعي رحمك؟ لا، مني اخذوا لي ميراثي. طيب يا اخي طاعه لله ولرسوله؟ لا، انا كمان بدي احصل حقي، هكذا.
هكذا نحن بالآخر نظن إننا نحن من أهل الجنة، أمة في ذيل الأمم، ونظن بالآخر إننا تحت البلاء، فأبقى تحت البلاء. أنا عرفت إني تحت العقاب، وسألزم الاستغفار بالليل والنهار، أسأل الله أن يفرج كرب هذه الأمة، واستغفر لي وللأمة إن شاء الله، وإن شاء الله أنتم تستغفروا كذلك. الله يفتح عليكم. طولت الدرس، أنا بديش أطوله، إن نسمع قصص المستغفرين، وإن شاء الله بيوم ثاني الله بيفتح علينا بدرس ثاني، بارك الله فيكم، نسمع القصص إن شاء الله. بس ملاحظة، نحن لسنا بحاجة لعدو حتى نهلك بعضنا البعض، لا لسنا بحاجة، نحن أسوأ من الأعداء على بعضنا البعض، نحن أسوأ. نعم، سبحان الله، الله يرى، الله يعلم، الله يعلم كل واحد منا، لا يتنازل عن حق ولا بشيء، يدعي حب الإسلام والمسلمين وهو كاذب، والله والله يحب نفسه ومستعد أن يفني هذه الدنيا كلها عشان لربما 20 سنتي من الأرض أو لموقف سيارة. الحمد لله على كل حال، خلينا نفوت على القصص، والحمد لله رب العالمين. المستغفرين سيرحمهم الله، الذين تابوا وأقبلوا على الله سيأويهم الله إلى كهف رحمته. من ثمار الاستغفار تبع الأذكار والأوراق. السلام عليكم، أنا حابة أحكي تجربتي. السلام عليكم، أنا حابة أحكي تجربتي من ثمار الاستغفار وتبع الأذكار والأوراد والورد القرآني وورد البقرة. وصراحة أنا كنت بقرأ ياسين وفتح برضو يومين. ففي الأول لما سمعت الشيخ محمد حجازي على نتائج الاستغفار كنت بستغفر، بس مش بالأعداد الكبيرة دي بصراحة اللي هو حضرته قال عليها. ولما حضرته عمل الجروب ودخلت الجروب، سبحان الله، كنت بقول هو أنا ممكن أشوف إيه من أثر الاستغفار، أو إيه ممكن يعني جد في حياتي. أنا حياتي بين مشاكل ومرض، سبحان الله، بالدعاء وبالرقية ربنا يفرجها سبحان الله وتعالى. شوية الولاد يمرضوا ويتعبوا، مشاكل في البيت من غير سبب كده، الواحد مش عارف ايه سببها، ايه اللي حصل عشان تحصل كده. بنقول لله سبحانه وتعالى برضو الدعاء وكشف الكرب علينا يا رب، والدعاء برضو تنفرج ان شاء الله. فسبحان الله، فانا دخلت فيه بقوله وانا ممكن اشوف ايه الثمر اللي هشوفها من الاستغفار، وانا مين اصلا، انت ممكن ربنا يعني يوريني حاجة كده. فسبحان الله، فانا حلمت في قبل رمضان ان في تعبان اسود عضني في صباعي، في كبير في ايدي الشمال، وماسك في صباعي وبيقلمني جدا جدا، وانا عماله استغيث وكده وعماله ابعده عني مش راضي يسيبني. فجي زوجي راح قعد يخبط عليه يخبط عليه يخبط عليه، يعني ممكن بعد 6-7 دقات عليه كده على صباعي ان هو يسيب صباعي. فتصحيت فعلا متألمة جدا من الحلم، وبقيت يعني ايه خايفة، انا حاسة ان كده في حاجة، ان في اذى، ان في حاجة مش مظبوطة. فعلا رحت سبحان الله، جيت نص رمضان، مرضت مرض شديد جدا، ان انا مكنتش قادرة اتحرك من نص التحتاني، من فقراتي الفقرات القطنية. ورحت كشفت، والدكتور قال لي ضغط فقرات على العصب الوركي وده عرق النسا. فطبعا سبحان الله ألمه كانت مبرحة جدا جدا جدا، مش قادرة اتحرك. كنت بصلي وتهجد وقيام وانا قاعدة، او على قدر استطاعتي، وانا انا اقف شوية اعمل شوية مع مسكنات مع حقن. المهم سبحان الله، جيت في بعد العيد وخدت علاج وحقن وحاجات كتيرة، وبقول ايه، بقول لا اله الا الله، هو المرض ده مش هيخف، وانا مش هخف، هو انا كل العلاج اللي خدته ده ليه العلاج ما جابش نتيجة. فجيت يوم الخميس بالليل، الخميس اللي قبل اللي فاتت، الاسبوع اللي قبل اللي فات، فقلت انا الحمد لله بقيم الليل يعني، و
وليه ورد من الاستغفار في قيام الليل قبل الفجر ساعة وبوتر. فدعيت ربنا بقى يعني وكده، وقلت حسبي الله ونعم الوكيل في اللي أذيني، واللهم ماشي اللهم إني استشفيت فاشفيني. برضو أنا بأوصي إخواتي بالكلمة دي يعني برضو أو بالدعاء ده، اللهم إني استشفيت فاشفيني من كل أذى يا رب، واحفظني أنا وولادي وبيتي وأهلي وزوجي. وقعدت يعني صعبان عليا نفسي كده وعيطت وكده، وقلت يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. الحمد لله، أنا حمد وشكرا لله سبحانه وتعالى. وقعدت استغفر طبعا. المهم سبحان الله، جيت يوم الجمعة صليت العصر، بعد العصر برضو حاولت ألتمس الساعة اللي فيها الإجابة، وقعدت دعيت برضو سبحان الله، وقعدت استغفر بعد العصر. والله يا أخواتي، والله 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 على ما أقول شهيدة، أقسم بالله أنا كنت نايمة في الريسبشن بتاعي على الكنبة، ولأن الدكتور قال لي راحة تامة مفيش حركة، تصلي وتنامي وتاكلي كده وما تعرفش مجهود، طبعا مجهود كده الولاد على قد يعني. المهم نايمة في الريسبشن بتاعي على الكنبة، مفيش حد معايا حواليا خالص، كان بعد العصر بقى كده أو مش فاكرة والله، قبل المغرب أو بعد، كنت هقوم أصلي المغرب. فبين السحابين اليقظة والنوم، ولقيت باب شقتي بيفتح، فبقول مين اللي داخل؟ والله ما كانش في حد خالص سبحان الله. لقيت رجل طويل طويل قوي قوي قوي، وراسه صغننه وابيض، لحيه بيضه، ولابس طاقيه بيضه وبياض بحمره، جميل جدا جدا جدا. لكن هو من هو من دخلته عليا انا عارفه ان ده مش بشر، فبقول له انت مين؟ انا عارفه ومتاكده ان انت مش بشر، انت مش بني ادم. بص هو ما كلمنيش خالص وما كلمنيش نهائي، محدش ما ردش عليا، فضل يبص لي بس. دخل عليا، والله 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 انا ما كنتش نايمه، انا كنت صاحيه بين اليقظه والنوم فعلا. وراح دخل عليا وبقول له انت يعني، هو مش بيرد عليا، فانا بقى بكلمه، انا اللي بكلمه، بقول له انا عرفتك، انا عارفه انت جاي ترقيني وجاي تعالجني، والله والله يا اخواتي انا عارفه كده، انا من دخلته عليا انا عرفته مش بني ادم، والله ما بشر، والله اقسم بالله. قلت له انت مش بني ادم وانت مش بشر، بس انا عرفتك، انت جاي تعالجني وجاي ترقيني. وسبحان الله راح عمل على عيني كده، نمت فعلا، ما حسيتش باي حاجه. هو قعد جنبي على دماغي، يعني جنب دماغي، قعد على كرسي جنب دماغي كده، لكن ما كلمنيش خالص. فروحت عمل على عيني كده ان انا يعني انام، رحت نمت فعلا، نمت ما اعرفش نمت نص ساعه حاجه زي كده ساعه. قمت من النوم عشان الحق المغرب قبل العشاء، بقوم يا خواتي فين الالم اللي في ظهري، فين الالام المبرحه اللي كانت فيا، ان انا اقوم قاعده ولادي سندوني كده، مفيش. قلت سبحان الله ايه ده، ايه اللي حصل لي ده. المهم يا ولاد والله يا اخوات، رحت دخلت وبيت، جيت اصلي بقى، قلت اما اصلي بقى واقفه وكده واعمل كل حركاتي واتم ركوعي وسجودي واطول وكده، مفيش الام. بقيت مستغربه. المهم قطعت وقفت العلاج بتاعي، بس في اليوم ده قسما بالله ان انا فضلت سجده لله اكتر من نص ساعه ببكي وبقول يا رب انت شفتني او سمعت دعائي، وانا مين؟ انا مين يا رب؟ انت تسمع دعايا، تبعت لي حد انه يشيل عني الاذى اللي انا فيه، انا اقل من كده والله يا اخوات. انا بجد قعدت نص ساعة سجدة شكر لله ومذهولة من اللي حصل لي، وبقول لله ربنا انا اقل من كده. فالحمد لله الحمد لله.
الحمد لله الحمد لله. الواحد عاجز عن شكر ربنا سبحانه وتعالى، بس دي تجربتي. انا عمري في يوم من الايام ما كنت اتخيل اشوف حاجه زي كده. والله والله يا اخوات، والله سبحان الله، والله على ما اقول شهيده واقسم بالله. فالحمد لله والشكر لله، ففعلا القرب من ربنا نعمه وفضل. والله الحمد لله الحمد لله. الصبر على الابتلاءات برضو الحمد لله فضل ونعمه من الله، ونحمد ربنا نشكر فضله. والله حاسه ان كل ده برضو فضل الاستغفار، وانا ما بسيبش الاستغفار خالص بقى دلوقتي. يعني انا اقول اذكار الصباح والمساء والصلاه على النبي وكل صلاه يعني في الاوراد وكده 100، لكن الاستغفار هو اللي دايم معايا سبحان الله. ودي تجربتي يا اخواتي، يمكن حد يستفاد منها. واشكركم جزيلا يعني شكر جزيل. طب ان شاء الله نستمر، احنا نستمر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف كان خواتي، شو اخبارك؟ ان شاء الله بألف خير يا رب. الله، إلي مشوار طويل مع سورة البقرة قبل، يعني إلي تقريبا بقرأها 3 سنين، إلي 3 سنين بقرأها. والاستغفار إلي من قبل رمضان بستغفر طبعا بصيغ كبيرة، 30,000 تقريبا يعني كل يوم. الحمد لله رب العالمين، شفت آيات، شفت فتح من ربنا، شفت الخير في ولادتي، وخير الحمد لله مع جوزي. يعني تغير كل إشي، هدي مشاكل تقريبا يعني هديت. الرزق كثير الحمد لله رب العالمين. تسلط الناس الخارجيين من برا، تسلطهم علي ويفتعلوا مشاكل وفساد علي وعلى أولاد، الحمد لله كله تقريبا انتهى بالسورة البقرة والاستغفار. فعلا لما دمجت الاستغفار مع سورة البقرة في نتائج، تحس في نتائج الحمد لله رب العالمين. بس هذا لا يمنع انه يعني بمر هيك فترات بتضايق، بحس حالي مش مبسوط. بس الحمد لله رب العالمين، يعني في فرق بين حياتي قبل وبعد. بالنسبة الحمد لله ربنا أكرمني ببيت جديد بديل عن هذا البيت اللي أنا فيه ساكن فيه. فرق بين السماء والأرض، يعني ربنا لما يعطي بعطي ما شاء الله. يعني الحمد لله قصر بيت الجديد، وهين إن شاء الله صح هو الساعة، يعني تقريبا بده أيام بجهز. بس الحمد لله الحمد لله، يعني تقريبا من أجمل البيوت الحمد لله رب العالمين. هذا كله كرم وفضل من رب العالمين، وأكيد يعني هذا أكيد بركة الاستغفار سورة البقرة الحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله ربنا يثبتني على الاستغفار سورة البقرة، وفعلا هني بواب خير. يعني أنا ابني مريض، أصابه مرض نفسي يعني مرض مزمن، وتهت في بين الدكاترة ويعني كثير، والدواء والجرعة الدواء نظبط له إياها. فسبحان الله استقام أمره لما طبعا التزمت عن جد عن جد الاستغفار. صار لحاله يأخذ الدواء، صار لحاله يروح الشغل، تغير تغير فعلا، يعني صار إنسان طبيعي الحمد لله رب العالمين. بنتي في عندي بنت بعد ما قرأت سورة البقرة بين عليها كثير، بنتي أول واحدة بنتي البكر صارت من الأوائل، نعم معدلها يعني 95. وشو بدي أحكي لكم عن الفضل والعظمة سورة البقرة والاستغفار. أنا لما أقرأ القرآن الحمد لله بشوف، يعني من أول ما صرت تقريبا من زمان بشوف يعني برك على القرآن. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مروك لما طبعا التزمت عن جد عن جد الاستغفار، صار لحاله يأخذ الدواء، صار لحاله يروح الشغل، تغير تغير فعلا، يعني صار إنسان طبيعي الحمد لله رب العالمين. بنتي في عندي بنت بعد ما قرأت سورة البقرة بين عليها كثير، بنتي أول واحدة بنتي البكر
صارت من الأوائل، نعم معدلها يعني 95. وشو بدي أحكي لكم عن الفضل وعظمة سورة البقرة والاستغفار. أنا لما أقرأ القرآن الحمد لله بشوف، يعني من أول ما صرت تقريبا من زمان بشوف يعني برك على القرآن، أنوار يعني برق. اللهم صل على سيدنا محمد. كثير أشياء شو بدي أحكي، فضل الاستغفار سورة البقرة. ويا رب يثبتنا على هذا هاي الطريق الخير، وربنا يفتح علينا أبواب خير ثاني، وإن شاء الله إن شاء الله ربنا كما فتح علي يفتح على الناس ويغفر لهم ويتوب عليهم يا الله. الله يسعدكين ويجبر خاطركين يا رب. طيب بدي أنبه لأمر مهم جدا جدا. نور الله لا يهدى لعاصي، سورة البقرة كاشفة لكل باطل، ولن يمشي مع سورة البقرة أي باطل. يعني إذا أنت مستمر على باطل معين فلن يستقيم أمرك معها. نعم، سورة البقرة هي كاشفة فاضحة لكل باطل يعني موجود حولك أو فيك أو كل شيء حولك. فكل واحد بتأذى من قراءته من سورة البقرة يعني بصير عنده أحوال، فليراقب، راقب، ابحث، ابحث على كل صغيرة وكبيرة، لربما أنت تشرك وأنت لا تدري، تنسب فضل الأمور للناس وهكذا وكأنه الإشي فوشطة. نعم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بتظن الأمور هكذا، الرئيس والبلد والدولي وكذا، وبتحلل وفلان وعلان، وأنت خايض في كل كلام ولا تأبه. نعم، ولا بتتكلم والله بحاسب والأمور معطلة وانت مش قادر تفهم، وإحنا من فهمك وانت بكاش تفهم. ترقب كل شيء، فيش عند الله إصرار ولا على شيء ولا على شيء. الله سيغلبك، عمرك قصير لا تضيعه هكذا، عمرك قصير لا تضيعه هكذا. إن يوما عند الله كألف سنة مما تعدون، يوما يعرج فيه الملائكة والروح بقدره 50,000 سنة، يوم داره 50,000 سنة، ويوم الخلق مليارات السنين. فأدير بالك، أنت عمرك قصير لا يساوي شيء من هذا الكون، فأنت كلك ذرة بذرة، فسارع إلى التوبة والأيام تمضي وإن شاء الله نلتقي في جنة عرض السماوات والأرض. لا تصر على معصية وتقول ليش الوضع هيك. السلام عليكم. أنا كنت قبل سنتين أقرأ سورة البقرة مرة مرتين، بعدين صرت أزيد 3-4 مرات، وكنت أقوم الليل. لحظة لحظة، نسمع القصة من البداية أظن. لحظة شوي. طيب يلا. السلام عليكم. أنا كنت قبل سنتين أقرأ سورة البقرة مرة مرتين، بعدين صرت أزيد 3-4 مرات، وكنت أقوم الليل قيام الليل بسورة البقرة بركعة واحدة، يعني كنت أقرأها بركعة واحدة. طبعا مش يوم يوم، أيام كنت أقرأ سورة البقرة بركعة واحدة. أنا بعد ما لزمت الاستغفار مع سورة البقرة بلشت تطلع علي هاي العوارض، يعني أنا بلشت أستغفر، ولما صرت أستغفر بلشت بأول رمضان كنت أقرأ سورة البقرة 4 مرات، بلشت بالاستغفار بكميات كبيرة مع سورة البقرة. العوارض بلشت تظهر علي لما بلشت الاستغفار مع سورة البقرة 4 مرات. فأنا لما تعبت 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 يعني وفوت المستشفى تركت سورة البقرة. لحد اليوم بعد ما كريت ما رجعتش أقرأ سورة البقرة، لأنه كل ما بدي أجي أقرأها بخاف منها، بخاف إنه هاي العوارض ترجع علي. فأنا بس لزمت الاستغفار بدون سورة البقرة، بدي أحاول، أنا بدي أرجع لسورة البقرة، بس خايف إني أرجع لهاي العوارض، الألم الوجع اللي كان فيي. فأنا سألت إنه بقدر أرجع لسورة البقرة مرة باليوم مع الاستغفار بكمية كبيرة؟ أنا بدي الاستغفار هسا، بديش سورة البقرة، يعني سورة البقرة بدي أخفف منها، بدي أرجع بس مرة واحدة. فالعوارض هاي إشي طبيعي يعني إنه من البقرة والاستغفار مع بعض، لأنه أنا بضل جسمي كثير تعبان وكثير ثقيل، والإشي نفسي بالأكثر، مش عوارض نفسية جدا بتوجع أكثر من العوارض الجسدية، يعني الأشياء اللي أنا بحسها صعب أوصفها، فبكون نفسي هيك ثقيل. سلام. طيب إحنا في تحصينات لأذكار الصباح والمساء، نعم في تحصينات أنا بينتها، اطلبوها من المشرفين إن شاء الله والمشرفات. وبعدين في
بلغني ولو آية نعيش آية، يعني مش نعيش 10 آيات. أنا الموضوع مش إننا نأخذ أوراد، الموضوع إننا نعرف الله من خلال آية. فأولا الاستغفار، بعدين سورة البقرة، بعدين ممكن تتصل إلى الصلاة على رسول الله. ولا نجمع كل شيء مع بعض، ما بنفعش. لازم تعيش حقيقة الاستغفار. أنتوا بتعيشوا أوراد، ماذا تريدوا؟ لا أدري ماذا تريدون. الله منعكم، عليكم بالاستغفار. لكن من كانت معه سورة البقرة فليستمر بمرة، فليستمر بمرة، لكن تفقد ذنوبك. أنت عندما أكثرت من سورة البقرة كشفت لك كل شيء، كشفت هذه العوارض التي فيك التي كانت غافية ونايمة. نعم الاستغفار لا يعذب الله مستغفر، فكلياته هذا نعم سينتهي، لكن بده تشمير وبده انتهاء عن كل الذنوب. خلينا نكمل بالقصة الأخيرة إن شاء الله. وهذه أحد الأخ المشرفات تقص قصة أحد الأخوات إن شاء الله، وننهي هنا. بارك الله فيكم، ودخلوا على أقفال سورة البقرة الأربعة، القفل الأول والقفل الثاني. اكتبوا محمد حجازي والاستغفار، محمد حجازي وسورة البقرة، القفل الأول، القفل الثاني، القفل الثالث، القفل الرابع، واختصر الأقفال الأربعة، واسمعوا الكلام، وهناك في تحصينات. جزاكم الله خير. احنا بدنا نعيش، وكل واحد بيشوف الكلام هذا فيبين كم لك، كم مرة تقرأ. لا تقرأ من الموبايل ومن المصحف داخل البيت وخارج البيت وفي كل مكان، وبالآخر البيت غير محصن، لا يحصن البيت إلا حتى تقرأ سورة البقرة داخل البيت. فمش تقرأ نصفها بالبيت ونصفها بالشارع، ما بتزبط، ما بينفع. لازم تنتهي سورة البقرة داخل البيت على القليل مرة واحدة. السلام عليكم أخوتي أحبائي أعزائي، أنا المشرفة أم جنى. أردت أن أقص لكم قصة حدثت لأحد إحدى الأخوات المشتركات في مجموعة الجزائر، بعثتها لي البارحة وطلبت مني نشرها بغير صوتها هي، لهذا قررت أن أسردها لكم بصوتي أنا. تقول هذه الفتاة أنها تعرفت بإحدى الأخوات، تعرفت بها منذ حوالي شهرين وتوطدت علاقتهما جدا، أصبحت يتحدثان في الهاتف كل يوم عن أبسط الأمور، فأصبحت رفيقتها الوحيدة، يتشاوران على أتفه الأسباب. وقالت لي وإذا نسيت يوم أن تحدثها فلما تأتي من العمل ولو في ساعات متأخرة تجد تلك الفتاة تدق عليها الباب وتقول لها لماذا لم تتصل اليوم بي، فأصبحت تدخل معها إلى بيتها وقالت لي بأن أمها لم ترغب بها، فقالت لها هذه الفتاة لم أرتح لها، لكنها قالت لكنني أقنعتها بأنها فتاة جيدة ومسكينة. لقد قالت لها بأنها يتيمة الأم، أي أمها تركتها لجدتها لتربيها لكثرة ما جاءها من بنات، وأن بها ورم في رأسها. قالت لي حاولت أن أساعدها ولأخذها إلى مستشفى لأن لي بها معارف يفحصونها، لكنها لم ترغب بذلك، دوما تؤجل الأمر عفوا. فتركتها وقلت سيأتي يوما وتقبل وأخذها أنا إلى أحد المستشفيات. وظلت علاقتنا هكذا وطيدة، كل يوم نلتقي، كل يوم نتحدث، كل يوم تأتي إلى بيتي. وفي أحد الأيام بعد مرور حوالي شهرين وأنا لم أخذ سورة البقرة من قبل، لكن لما دخلت إلى هذا المجموعة قررت يعني بدأت من يوم الأربعاء، هذا أربعاء خميس جمعة، قرأتها 3 أيام 4 مرات. لأول مرة قرأتها 3 أيام 4 مرات، وبعد اليوم الثالث أتتني زميلتي هذه، وكانت أمي قد طلبت مني شراء أمر ما، فذهبت معي لنشتري. وفي الطريق مررنا على مجموعة من الفتيان الشباب، قضيت حاجتي ورجعت إلى المنزل وكانت هي برفقتي،
ثم ذهبت. وأنا هنا أختصر لكم القصة، لم أدخل في التفاصيل كلها. وبعد فترة، يعني في ذاك اليوم بالضبط، جاءني هاتف رقم غريب على هاتفي، فرفعت السماعة. ألو، من؟ سمعت صوت رجل قال السلام عليكم. قلت وعليكم السلام. قال لي أنا لا تعرفينني لكن أنا أعرفك منذ زمن، لقد كنت تعجبينني كثيرا كثيرا كثيرا، وسألت عنك كثيرا، وسمعت عنك كل خير. والله أنا أعرفك وكنت أتتبعك منذ سنة 2021. ثم جاءني فرصة عمل بعيدا، ذهبت وعندي ولفترة وجيزة منذ أن رجعت، وبدأت في البحث عنك وكيف أدخل إليك أو كيف أتصل بك لأسألك عن شيء ما. هل أنت مخطوبة؟ لأني أنويك للخير، أنويك للزواج، ولن أعرف عنك شيء. أردت أن أعرف أن كنت مخطوبة أو في بالك شخص آخر لأتأكد. وكل من أسأله عنك يتحدث عنك إلا خير، لكن منذ أن رأيتك اليوم برفقة تلك الفتاة انصدمت ولا أدري ما أفعل. قلت سبحان الله، هل أنت مثل تلك الفتاة؟ كيف أنت تصغحي بنا؟ كيف أنت تمشي معها في الطريق؟ فاندهشت صاحبة القصة وقالت له لما ما بها الفتاة؟ قال ألا تعرفينها حقا؟ إنها فتاة سيئة السمعة، تفعل وتعمل علاقات حميمية مع النساء كما تعملها مع الرجال، وهي تكذب عن حياتها، تقول أن أمها رمتها وأن بها ورم، وكل هذا كذب في كذب. هي نشأت في أسرة كلها تعمل هذا الشيء، أمها مثلها، بيته بيت سوء وقذارة، فكيف أنت تكونين صديقة لتلك الفتاة؟ فاندهشت صاحبة القصة وأشتت في البكاء وقالت لي لا أعرف ماذا أفعل. ذلك الشخص الذي كان ينويني لم يعد يتصل بي، لكن لربما منذ فترة يومين أو ثلاثة يعني يمكن أن يتصل بها مرة أخرى لما يعرف حقيقة الأمر. وقالت لي أن تلك الفتاة لم تترك هاتفي ترن 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 ترن، وأنا لا أريد أن أرد عليها، لكن من كثرة إصرارها رددت عليها وكذبت عليها وقلت لها بأن أخي رآنا معا، وضربني وعصب علي وطلب مني ألا أرجع وأتحدث معك لأنك أنت فتاة سوء. وقالت لي بأنها منذ ذاك الوقت وهي تجهش بالبكاء وخائفة أن كل الناس لما رأوها معها يظنونها أنها مثل تلك الفتاة، فطلبت مني نصيحة. أما أنا فقلت لها لا تكترثي للأمر. فلما قرأت سورة البقرة سبحان الله كشفت لك عن نوايا تلك الفتاة، لربما أردت أن تجرها إلى ما هي عليه، لكن بفضل الله وبفضل سورة البقرة انكشف لها الأمر، وأن أن تحمد الله صبحاً ومساء على أنها لم تذهب بعيداً مع تلك الفتاة في مسيرتها السيئة. أما عن خوفها منها فقلت لها استمر في سورة البقرة واستمر في الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي ما دامت هي تستغفر وتقرأ سورة البقرة فلا تخاف من أي مكروه يحصل لها. وإن كان هذا الرجل الذي اتصل به ربي يعني يضعه في طريقها مرة ثانية فيحصل، وإلا اختار لها الله أحسن منه. المهم ألا تترك سورة البقرة والاستغفار، ولا تخف من تلك الفتاة، لن تستطيع أن تفعل لها شيئا،
لأن الله يحميها وسورة البقرة تحسنها من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. فقلت لها لا تختف لا تكترثي، غيري رقم هاتفك لكي لا تعاود بك الاتصال، وتمسكي بسورة البقرة والاستغفار، وابدأي صفحة جديدة، انسيها تماما ولا تقفي عند هذا الحد، أكملي حياتك وانسي كل هذه الفترة من حياتك السيئة. وإن كان لديكم أنتم أخواتي نصيحة أخرى، كل واحدة تتفضل وتنصحها بما تراه هي. وأخيرا أقول لكم لا تتركوا البقرة ولا تتركوا الاستغفار، والله إنهما لآيتان يحفظانكما من كل شر وسوء. السلام عليكم. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ألقاكم على خير، أسأل الله العلي العظيم أن يفتح عليكم ويبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.